بالخير دايما هنرجع لحضراتكم طول ما انتوا قادرين تقفوا في وش الاسئله المغلوطه والحقيقه انتوا محققين نجاح كبير. خلونا نروح سريعا لوكيل لجنه الاتصالات في البرلمان المصري النائب احمد بدوي. مساء الخير مشرفني. اهلا بيكي. مساء النور منور. خليني استاذنك، بدات الدعايه على السوشيال ميديا من دلوقتي بالاسئله المغلوطه، ان موضوع السيارات اللي كشف عنه اللي احنا كشفنا ان دي مسؤوليه وزاره صحيح. الدفاع وبالاوراق الرسميه، يعني هو بدأ يروج للسؤال المغلوط. أنا عايزة بس نقول للمصريين تاني، من إمتى وهو نائب يعني قديم، وكم مرة كان عنده إشكال مع الدولة المصرية، مع البرلمان المصري، مع القضاء المصري، وكلها كانت في نهاية الأمر في خانتين، إما خانة أوروبية اللي هي بتمول الجمعية المملوكة ليه صحيح. أو علاقة مع إسرائيل. خلينا أكد لحضرتك في البداية قبل ما هقول الأسباب الحقيقية لقرار لجنة القيم، وعاوز أقول لحضرتك أنا يعني على المستوى الشخصي ومعظم نواب البرلمان المصري مؤيدين لقرار لجنة القيم، وده كلام أنا بقوله على المسؤوليتين. خليني بس أتحدث مع حضرتك في نقطة من بداية استغلال اسم الرئيس السادات. طبعا خلينا أقول النقطة الأولانية، أن المدعي العام الاشتراكي حقق طبعا مع عائلة السادات بتهمة الإضرار بالمصالح الاقتصادية بالبلاد وإفساد الحياة السياسية. دي نقطة. عام 1980 عشان بس الناس لازم تعرف هذا التاريخ، مقدمة هقولها بسرعة، تم إلغاء تراخيص اللي هي الشركة العالمية للتوكيلات البحرية المملوكة لوالده عصمت السادات. عصمت السادات ده كان سنة 1980. ليه؟ لتورطهم في استغلال النفوذ واسم الرئيس دائما ويتحدثون باسم الرئيس السادات. لازم يا جماعة التاريخ ده يعرفوه يا أستاذ. تمام. قدم لمصلحة الجوازات يوم 19 يونيو 1988 طلب للحصول على جواز سفر للسفر لإسرائيل. 88 عام 1900 وبالظبط اليوم اهو انا بقول لحضرتك بالمستندات 19 يونيو 88، طلب يا جماعة الحصول على جواز سفر عشان يسافر لإسرائيل. زي ما حضرتك قلت في المقدمة، احنا وافقنا على إسقاط عضوية توفيق عكاشة مجرد انه استضاف السفير الإسرائيلي. طبعا السفر لإسرائيل يا جماعة عشان إبرام عقود مع بعض شركات الملاحة التجارية الإسرائيلية والتعامل الاقتصادي معهم. ودلوقتي ما هو عنده يعني الفندق المعروف اللي في طابة واللي مفتوح الناس كلها عارفة، اللي انا بقول التاريخ السابق يعني. تمام. تم إسقاط عضويته من البرلمان يوم 28 يوليو 2005. يعني ده اول مره. هناك 2005 هناك سوابق بقى، لازم قد يكون الناس وبيلعب على مشاعر الناس الغلابه ويطلع يتحدث انه بيخاف على الوطن وبيخاف على المواطن وبخاف على الناس الغلابه. وللاسف الشديد يعني انا مش عاوز اقول، امال يا جماعه لما ده بيدافع عن الوطن والمواطن، امال اجتماعات الساعه 8 الصبح مع واخر اجتماع كان منذ ايام مع وزير مع احد السفراء، يعني مش هقول اسمه لكن هقوله مفيش مشكله. يعني احنا النهارده هنقول كان لقاء مع وزير الامن الداخلي البريطاني في مقر السفاره البريطانيه الساعه 8 الصبح. 8 الصبح؟ 8 الصبح. النائب قبل ما يروح البرلمان. 8 الصبح. ده غير بقى الاجتماعات الشهريه. الاجتماعات الشهريه كان له اجتماع شهري كل شهر يحضر اجتماع مع ممثلي السفارات. طب ما احنا عندنا 594 نائب. اشمعنى؟ لماذا السؤال هنا؟ وخلينا نتساءل، لماذا محمد انور عصمت السادات هو النائب الوحيد؟ وانا بعت له، هو بيشوف الحلقه دلوقتي. لو حق رد له يا ريت يرد. لان انا بعت له بيشوف الحلقه دلوقتي، يا ريت يرد على كلام لقاء الساعه 8 الصبح ده، انا متاكد منه بملاذ عمجلة للشعب. اللقاء الشهري اللي بيلتقي بيه يعني من يوم 1 ل 5 من يوم 1 ل 5 في الشهر بيلتقي مع ممثلي السفارات. خليني اقول لحضرتك استاذ اماني عشان اتكلم بقى فيه، لانه هو سرب قانون تاني، وده مفاجاه. قانون الاعلام ايضا سربه، مش قانون الجامعات الاهليه بس، وده مفاجاه لحضرتك عشان حريه الراي. ما هي دي الالعاب بتاع الغرب. سرب قانون الاعلام. في ابريل بقى 2007، شوف حضرتك التاريخ. 2007 وجه له نائب السفير الامريكي بالقاهره الدعوه لحفل عشاء في السفارة على شرف، وكان حاضر فيها الإخواني سعد الكتاتي. شارك
في مؤتمر الدوحة اللي هو الاستقرار الديمقراطي عام 2007 برضو بهدف دعم الديمقراطية في الشرق الأوسط. ما ده كان التجهيز يا فندم اللي احنا عشناه بعد كده يعني. للأسف شديد. للأسف فعلا. خليني بقى أقول وياريت الناس تركز معايا، مش زي ما هو بيقول في وسائل الإعلام، لا أنا أسف أقول الكذب والافتراء على مجلس النواب اللي هو بينتمي ليه. وانا يمكن انا على فكره انا ناجح مستقل، لا اتبع ده انت ولا كمان من القله اللي نجحت من الجوله الاولى. انا ناجح مستقل ومن الجوله الاولى، لا لا اتبع حد، لكن بدافع عن الدوله المصريه عشان الناس تعرف، ما نطلعش نضحك على الناس ونستغل ظروفهم ونقول اصل الغلابه والبرلمان جاب كذا والبرلمان جاب كذا. وزي ما هو بيقول النهارده وفي نفس التوقيت، انا معايا على فكره ورقه رسميه، هو النهارده الصبح اتصل بالسفير السويسري تاني النهارده وطلب منه التدخل الفوري، لان خلاص بيتم اسقاط عضويته، وان اللجنه التشريعيه بعد ان خلاص وافقت بصفه نهائيه لجنه القيم على اسقاط العضويه، بكره ان شاء الله باذن الله اولى المناقشات في اللجنه التشريعيه طبعا عشان هتحال بعد كده لمكتب المجلس، وبعد كده هتحال الى الجلسه العامه للتصويت عليه. تمام. انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا كلنا كنواب عارفين ده ونشعر بالحزن. طبعا نائب مصري نشعر بالحزن على ان بلدنا بتتباع بهذا الشكل. لا واللي يحزن اكتر ان انت تطلع في وسائل الاعلام تتهم البرلمان المصري. ده احنا عايشين في البرلمان المصري، ده احنا في تقشف اصلا، وانا نائب اهو بقول لحضرتك في تقشف اصلا في البرلمان. فين البرلمان بيفسد والبرلمان ده افضل حتى بس عشان ويمكن اللي قريب مننا يعرف هذا الكلام، ده افضل برلمان اللي جه بإرادة شعبية حرة. احنا ما بننامش يا فندم، احنا كلنا شغالين، ومعظم من هم نواب في هذا المجلس يعملون من أجل الوطن ومن أجل المواطن. خلينا استأذنك، قول للمصريين هي دي أول مرة يحال فيها في هذا البرلمان للجنة القيم، ولا كان عنده أكتر من إحالة قبل كده؟ لا، هو نفسه النائب ده، النائب محمد أنور السادات في وقت لما كان رئيس لجنة حقوق الإنسان كان بيطلع يمدح في البرلمان ويتحدث عن البرلمان ان هو افضل البرلمانات. مجرد ما تورط في الثلاث مخالفات اللي عملهم، ومش مخالفات غير عاديه يا استاذ، ده مخالفات فادحه، خلاص البرلمان بقى وحش. طب تعالى نقول الثلاث مخالفات نفكرهم. ثلاث مخالفات. المخالفه الاولى، اولا قبل مناقشه قانون الجمعيات الاهليه اللي تم الموافقه عليه بالاجماع من مجلس النواب الحالي، هو عشان تعملي مشروع قانون لازم عدد من النواب يمدوا. في 11 نائب وتوجهوا رسميا الأمانة العامة لمجلس النواب بيقولوا ان هم ما يعرفوش حاجة عن هذه التوقعات، وان توقعاتهم مزورة من قبل النائب محمد عصمت. احنا عندنا شباب الوثيقة دي، يا ريت نحطها موجودة. الحقيقة احنا قدرنا نحصل عليها. دي اول سبب، وده سبب فادح يعني. ده لا، ورد الفعل يعني من النواب اللي انت حطيت اسمائهم. يعني ايه تزور توقيع احمد بدوي او توقيع شريف ورداني او توقيع ال 11 نائب وتقول ان هم دول عاوزين يعملوا مشروع قانون الجمعيات الاهليه؟ هو طبعا هو اصيب بحاله كده، حطيناها اهي فعلا اهي على الشاشه علشان بس الساده المشاهدين، احنا ما بنشتغلش بمفهوم التشهير بحد، لكن احنا قدام عدد من الحالات لان ده منهج دولتكم الجديده. المسألة لا تتعلق حتى بشخص محمد أنور عصمت السادات. صحيح. وأنا بطالبكم كلكم بعد الحلقة اعملوا سيرش من هو عصمت السادات وليه تم التحقيق معاه ومع أولاده، وكانت مشكلتهم في إيه وتهمهم في إيه. اتفضل. يعني التانية بقى ودي الأخطر، ولابد من يعني احنا طالبنا بمحاسبته قبل حالته انا شخصيا وعدد كثير من النواب، واحنا النواب الشباب اللي موجودين في البرلمان. تمام. عدد من النواب الشباب طلبنا بمحاسبته قبل ان نعلم انه هيحل لجنه القيم. على خلفيه ايه بقى؟ قانون الجمعيات الاهليه لما يخرج قبل مناقشته لسفير هولندا، وسفير هولندا هو اللي ابلغ رسميا الوزيره غاده والي. تمام. وبناء عليه قدمت غاده والي وزيره التضامن خطاب ومعايا صورته الى الدكتور علي عبد العال، وهي الست مش مصدقه ازاي احنا بنخرج يا فندم. ده لم ولن يحدث في تاريخ الدوله المصريه، وخطاب الدكتوره غاده والي كمان معايا. للاسف شديد، ده خلانا كلنا اصبنا بالذهول. طبعا داخل مجلس النواب. طبعا. النقطه الثالثه،
ودي بقى عشان الناس تعرف ان هو بيستعين دائما وابدا بالخارج، ارسل شكاوى وارسل مذكرات رسميه للاتحاد البرلماني الدولي بيشكو فيه البرلمان وان هم هيسكتوا عضويته، بيختصم في هذه الخطابات البرلمان. احنا حطيناها كمان هي دلوقتي قدام حضراتكم، وبعتها باللغه الانجليزيه ويعني احنا كده قدام ثلاث وقائع. اذا الواقع المصري قبل ان النائب توفيق عكاشه لمجرد لقائه مع السفير الاسرائيلي تم اسقاط عضويته، فيبقى ارجوكم قبل ما تفتحوا وجدانكم لكل اللي هيطلع يزعق من الشاشات وكل اللي هيطلع يتكلم، لازم تبقى بوصلتكم في ايديكم. طيب انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، بيتصل بصفه يوميه وبصفه مستمره بسفراء الدول الاجنبيه وممثلين من الاتحاد الاوروبي للتدخل فورا، واللي على خلفيتها طبعا دعا السفير السويسري. يعني ايه يا فندم؟ احنا عمرنا شفنا في دوله، عشان الناس بس تفوق وتعرف ومحدش يتلاعب بمشاعرهم زي ما هو بيطلع في بعض وسائل الاعلام وبيلعب بهذه المشاعر والغلبان والمسكين والى اخره، ان هو يستعين بدول اخرى للتدخل في حل ازمته. أولي فندم، لو تحدثت مع جمعية أهلية، أنا أسفة هذه يعني. الجمعية بقى أنا تناولت هذا الملف من ملف الجمعية المملوكة لي، لأنه أنا مرة استمعت لتصريح لي قال إن هو بيحصل على تمويل، وقال رقم كبير جدا، أنا أخاف أقوله غلط يعني. هو قال ده قدامي في مداخلة معاه. حضرتك محمد أنور عصمت السادات خلافاته مع الدولة منذ أن قررت متابعة كل ما يدخل، وده حق كفاية، اللي عاوز يخرب الدولة عن طريق المنظمات الدولية. طبعا. مش ده القانون وعن طريق الجمعيات الخارجية. هذا القانون منذ أن علم أن القانون ده هيتم مناقشته في مجلس النواب وفي قانون جديد للجمعيات الأهلية، وهو بيحاول بشتى الطرق أن هذا القانون ما يدخلش المجلس النواب. ليه؟ عشان هو حقق خلال السنوات الماضية مش عاوز اقول لك ملايين الدولارات اللي دخلت، المعلومه اللي عندي بما لا يدع فيها مجالا للشك كان داخل له 47 مليون دولار. ده اللي عندي مليون؟ ده غير قبل كده، ده انا حضرتك، ده انا بقول لك اللي مؤخرا. دولار مش جنيه. دولار. دولار. طبعا بدات اجهزه الدوله تنتبه بعد 30/6 مش تنتبه لمنظمه محمد أنور السادات، طبعا تنتبه لجميع المنظمات والجمعيات الأهلية في مصر. طبعا طبعا لازم حضرتك، كان تخريب الدولة كان بياخدوا هذه المنظمات أو هذه الجمعيات ستار. مش احنا دخلنا في خصومة في عز يعني اللحظات مع المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري؟ صحيح. فيبقى من باب أولى ننظم هذا القطاع زي ما كل الدول ذات السيادة بتنظم. هو رسميا بقى دخله 14 مليون دولار. 14 للأسف الشديد. للأسف الشديد أنا سألته، قلت له ال 14 مليون دولار هل أنت قدمت لمديرية التضامن الاجتماعي عندك في محافظتك أنت صرفتهم في إيه؟ دي الجمعية في تلا كمان. طبعا يا فندم. ده هو عنده هوس بشخصية قائد كبير اسمه محمد أنور السادات. اتصرفوا في إيه؟ مش لازم يا فندم، أنا لما يجي لي دعم في الجمعية بتاعتي من جهة أجنبية مش لازم أقول الألف دولار دول راحوا فين والألفين دولار راحوا فين لا ده حضرتك بقى كان ممكن بيعمل حاجة اسمها كارد، كان مثلا بيجيب تكاتك لمساعدة الشباب ولا حاجة ويقسطوا الفلوس، يدفعوا مقدمة ويقسطوا الفلوس. يعني بيستثمرها. أقسم بالله كان بتبقى دي معلومة يا فندم. يا فندم أنا اللي بقولها وعلى المسؤول، كان بيستثمر ده. انما حضرتك ممكن النائب محمد انور السادات يقول لي فين المدرسه اللي بناها، فين الوحده الصحيه اللي تبناها، فين المستشفى اللي عملها، فين المركز الطبي اللي عمله، فين حضرتك؟ هي الجمعيه بتاعته نشاطها ايه اصلا؟ يعني خيري. بتشتغل في ايه؟ خيري. انا ما بفهمش خيري. فكره الخيري دي لانها خيري حاجه واسعه كده. خير اللي هي مساعده ذوي الاحتياجات الخاصه، عمل مشروعات خيريه، اللي هي مثلا تغطيه ترعه في قريه، ما قدمش ده، ولما سالته لم يقدم، ده قال اي منظمه بتاخد. لكن لما تيجي الدوله، وهذا حق وده بيتم في كل الدول، في كل الدول طبعا. احنا الوحيدين لما جينا نقول لا لازم نعرف الفلوس دي هتروح فين وتدخل فين وتتصرف على مين وايه المشروعات اللي هتصرف عليها او هتنفق عليها، لا احنا كده ارتكبنا خطا. لا لازم الناس تعرف.
طب خليني استاذنك، انا عايزه المصريين يشوفوا كمان انه المساله قديمه فعلا، وان المساله من الاب، زي ما اول تحقيق حصل زي ما سياده النائب بيقول لنا كان مع اسره عصمه السادات وابنائه. خلوني اقول لحضراتكم ان في اول رابطه لبرلمانيه مصريه لمواجهه قانون الطوارئ، وكأن الدول يعني فرنسا اللي بتطبق عندها قانون الطوارئ دلوقتي من بعد حوادث ستاد دو فرانس، ده حق فرنسا باعتبار ان فرنسا يعني ستنا وتاج راسنا. لكن احنا لما يبقى عندنا لحظات بتقول ان الدولة بحاجة لتطبيق قانون الطوارئ، ده ما يصحش. مش دي اللغة اللي بيستخدمها معانا إمينيستي وغيرها؟ طب مش دي اللغة اللي بيتم لوي دراع دولتكم الجديدة وبيقيدوا فرص تقدمكم بيها؟ أنا عايزاكم تبصوا على الورقة اللي هتتحطوا قدامكم، تأسيس أول رابطة برلمانية مصرية لمواجهة الطوارئ. الكلام ده شغال من إمتى يا مصريين؟ من 2006. علشان تقدروا تعرفوا إن الدولة دي بعقلها كانت شايفة أهي مبكراً، بس كل واحد مننا من حقه ياخد فرصة ربما يستفيق. طيب اللي الذي لا يستفيق وبيشتغل ضدكم، وبيشتغل ضدكم وفقا لمعايير قانونية، يعني المسألة ما تخصش الشخص اللي اتطبق على توفيق عكاشة هيتطبق عليه. خليني أسمع من حضرتك تعليق. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، يعني عشان بس نواب البرلمان زملائي اللي يمكن لو فتحت لهم المداخلات كله هيخش يتكلم دلوقتي. ما عنديش وقت للأسف. ما أنا عارف. هل ينفع ان انا اختصم البرلمان المصري اللي هو عضو فيه بشكاوى رسمية باللغة الانجليزية لاتحاد البرلمان الدولي؟ انا كل ما اسمع ده احسن والله العظيم يا فندم. يعني ازاي انا اختصم البرلمان ده، البرلمان المصري اللي انت عضو فيه، للبرلمان الدولي؟ النقطة الثانية، عاوز بس قبل ما الوقت يخلص، اتفضل. الاجتماع الشهري اللي بيحضروا كل سفراء الاتحاد الاوروبي لاستعراض الموضوعات السياسيه، هو المفروض يا فندم الاتحاد الاوروبي لما يعقد لاستعراض موضوعات يتحدثوا عن السياسات المصريه؟ ولماذا محمد انور عصمت السادات هو النائب الوحيد اللي بيحضر وبيتم دعوته فيه؟ طب ما انا عندي لجنه العلاقات الخارجيه. خليني اشكرك شكرا جزيلا وكيل لجنه الاتصالات في البرلمان النائب احمد بدوي. شكرا. ونترك سؤال حضرتك لكل الساده اللي بيتابعونا، ارجوكم انتوا سلاح دولتكم في مواجهه السؤال الخطا او العنوان الخطا او حتى البرنامج الخطا، انتوا ادوات دولتكم الجديده. الى اللقاء.